لا ننسى مشاركة المرابطين في الحد الجنوبي بالعيد. زميلنا نزار العلي قضى العيد هذا العام مع حرس الحدود في جازان ونقل لنا الأجواء الجميلة من هذه الجبهة، جبهة الأبطال، وأجواء العيد من هناك، نتابعها وإياكم. حياك يا عيد، في صباح تكسوه البهجة والفرح. نقول لكم مشاهدين الكرام هذه الفرحة بطريقة مختلفة من مكان مختلف، فرصة نقول لكم كل عام وانتم بخير، والفرصة الأكبر نعيش هذه الفرحة مع هؤلاء الأبطال الأشاوس، هؤلاء من سهروا ليلة العيد ليحتفل الوطن وينعم بالأمن والأمان. من الحدود السعودية اليمنية وتحديدا من الطوال، نقول لكم أجواء أبطال الوطن وكيف العيد عندهم. في البداية انضم معي سعادة المقدم عادل. سعادة المقدم، أترك لك البداية كلمة بمناسبة هذا اليوم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسرني ويشرفني بهذه المناسبة أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد وسيدي وزير الداخلية حفظهم الله جميعا، وإلى كافة الشعب السعودي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. أعاده الله على بلادنا وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير والأمن والاستقرار. لو تحدثني عن أجواء المرابطين، معنوياتهم في ليلة العيد. بحمد الله وفضله، أجواء المرابطين وشعورهم شعور الاعتزاز وشعور الفخر، هذا بما شرفهم الله بالرباط على حدود هذا الوطن الغالي، مما انعكس على رفع معنوياتهم وبذلهم مزيد من الجهد والحرص واليقظة للدفاع عن حدود الوطن ولأمن المقدسات. طيب احنا الآن متواجدين في منطقة الطوال وخلفنا الجبال اليمنية، لو تطمنا عن هذه المناطق كيف تصير فيها الأجواء؟ أطمنكم وأطمن السادة المشاهدين أن الوضع الأمني مستقر والأمن مستتب والحمد لله، لا يوجد هناك أي خطورة من العدو، وبإذن الله أنه العدو مدحور. ونقول للمواطنين جميعا آمنوا واطمئنوا، فقط لا تنسونا من دعائكم، وثقوا ثقة تامة بأن الحدود بعد الله في أيدي أمينة. نهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والشعب السعودي والأمة الإسلامية، ونقول لهم كل عام أنتم بخير ولا تنسونا من دعائكم. نهنئ الملك ونهنئ ولي عهدي ونهنئ الشعب السعودي بعيد الفطر المبارك، وحدودنا آمنة ولله الحمد والمنة، ولا تنسونا من دعائكم. بمناسبة عيد الفطر المبارك أرفع أسماء التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين ولي عهده وسمو وزير الداخلية والشعب السعودي، سألنا الله يعيدها علينا بالأمن والأمان وعلى الأمة العربية والإسلامية، وأقول لهم كل عام وأنتم بخير ولا تنسونا من دعائكم. نهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين وزير الداخلية بحلول عيد الفطر المبارك، عاده الله علينا باليمن والمسرات وكل عام وأنتم بخير. نهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة عيد الفطر المبارك، ونقول لهم كل عام وأنتم طيبين، ونهنئ أيضا الشعب السعودي كاملة، وهنا الأهل والأصدقاء بهذه المناسبة العظيمة. نقدم أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وسمو وزير الداخلية، وحب أطمن الشعب السعودي كافة بأن الأمور لله الحمد مستقرة والحدود آمنة والعدو مدحور بإذن الله. ألف هنا لك، ألف هنا لك ربي لك معين، أعزائي المشاهدين زي ما شاهدتم جميع معنويات جنود المرابطين عالية، ويعيشون هذا اليوم بطريقة مختلفة وبفرحة مختلفة بأن يحمون حدود هذا الوطن ويحمون ثرى هذا الوطن. يعني مصورنا لو يأخذنا لقطة، هذا الجبل يسمى جبل النار، طبعا هو داخل الأراضي اليمنية، لكن زي ما تشاهدون الآن الوضع جدا مطمئن، وكما يرددون دائما بأن حدودنا خط أحمر. يا بلادي واصلي، والله معاك واصلي، إحنا وراك واصلي، والله يحميك يحميك إلى العالمين. من الحد الجنوبي نزار العلي، MBC.